أعلنت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تدشين برنامج التميز للمنح الدراسية للعام الدراسي 2023-2024 لطلبة المدارس الحكومية والخاصة من خريجي العام الدراسي الماضي. حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. نرحب بك دكتور في نشرة أنباء الثالثة، وبداية يعني ما هو الجديد في برنامج تميز للمنح الدراسية الذي أعلنت عنه المؤسسة؟ في البداية من الواجب ودائما حييكم وحيي مشاهديكم الكرام وأشكركم الإعلام لدعمكم لبرامج الأيتام، ولكم دور كبير في نجاح المؤسسة، وأنا أعترف هالشيء ولكم الشكر وأشكركم على الاستضافة. في البداية أتقدم من الواجب جزيل الشكر والتقدير إلى مقام سيدي جلالة الملك المعظم إلى سمو ولي العهد رئيس الوزراء وإلى قائد العمل الإنساني سمو الشيخ ناصر اللي ساهموا في خلق هيئة تفيد المجتمع البحريني وتقدم الخدمة للأرامل الأيتام بالشمولية، محافظين على كرامتهم والاحترام لهم ودعم شامل من ناحية المعيشية التربوية التعليمية. وضمن توجيهات سيدي جلالة الملك للمؤسسة للاهتمام بالهيلث أب بصورة شاملة، هناك برنامج حاري لبعثات للأيتام 50 بعثة سنويا، طبعا أول سنة ثاني سنة بيزيد عدد 200، لخامس سنة يمكن 250. فبرنامج جميل جدا يفيد فئة كبيرة، وصراحة استفاد عدد كبير من الناس استفادوا من البرنامج، يعني يمكن 1280 إلى الآن من البرنامج الحالي. فامتدادا لهالروح والعمل في خدمة الشباب وحسب توجهات سمو الشيخ ناصر، قلنا خلينا نكبر هالمجال بحيث نقدم أيضا 50 بعثة سنوية لشباب إن مخلصين دراستهم ومستعدين الدخول لحياتهم الجامعية بخاصين السنة وبس ما عندهم إمكانيات، فنقوم بمساعدة هالفئة بدعمهم بدعم إجمالي يعني 5 سنوات 125,000 دينار. نعم، هاي باختصار الصورة الشاملة لهالبرنامج. طبعا احنا نعتمد في الجزء الثاني من البرنامج، الجزء الأولي من حجات الملك 50,000 دينار، هاي سنين نشتغل الحمد لله العمل ماشي بانتظام. الجزء الثاني مشروع جديد ان نريد نوسع هالنظام التعليمي الجميل، المسؤولين في المؤسسة يقومون بالإشراف عليه وتنفيذه طريقة جيدة، لأن أنت مو بس توصل الواحد الجامعة للكرسي، بس أيضا لازم تتابع حتى تتأكد أنه يواصل وينجح ويتميز ويساهم في خدمة الوطن. فإحنا نتعاون الآن حق المشروع مع القطاع الخاص، وعندنا ميزانية لمدة 5 سنوات 50. أنا أأمل أن تشجيعكم أنتم الإعلام ونتيجة هالتجربة الجديدة إن الناس تجي أكثر وتتبرع لهالمشروع، مشروع تعليم الشباب. نعم، بحيث نقدر نبعث مثل برامج ملك أزيد من 50، نوصل إلى 250 سنويا. فإحنا في أمس الحاجة إلى دعم القطاع الخاص للمشروع الحالي ال5 سنوات، مقصرين معانا، لا احنا يعني نأمل في دعم اكبر ان شاء الله بعد ما تشوفون. نعم، النتائج. نعم، دكتور مصطفى السيد الامين العام مؤسسة الملكية للاعمال الانسانية، شكرا جزيلا.